ينو أنا خايفة من شو؟ في هذا الفيديو سافرت مخصوص من دبي الإمارات إلى فرنسا باريس تحديداً عشان أكون حالياً آني 20 متر تحت الأرض باريس اللي هي تحت الأرض في الأنفاق مقابر الجلاجل. Just below the surface of the city of light lurks a mysterious darkness. Thigh bones stacked up in places. You'll have skulls stacked in other places. ما بتلاقوا هذا المحتوى بأي قناة بيوتيوب العربي. الفكرة مرعبة. اليوم رايحين إلى المقابر الفرنسية اللي موجودة تحت الأرض. كلمت زار، في مقابر تحت الأرض؟ نعم في، زي اللي بصور جوجل؟ صح، يعني رح تاخذني هناك صح؟ بالطبع. طب كلمني عنها. أكبر مقبرة في داي تحت الأرض بعشرين متر. ليش تخوفني يا أخي؟ أنت أحس صوتك فيه مؤثرات صوتية. لا وفاي ولا ريزو ولا حاجة، ما فيش اتصالات، بنقطع بتاتا عن العالم. طب أنت عارف الطريق؟ هنحاول. جايز أعطيكم معلومة، زاك باتشر عنده عملية. شو اللي خلاك تقرر مع تجي معاي؟ عشان بكرة يعني أعيش أو ما أعيش، أشوف المقابر شكلها إزاي، وين حعيش أنا؟ هو أنا صحيح رايح أستكشف شيء جدا مرعب ومخيف، ولكن هذا ما يمنع إنه ناكل كرواسون. الله، ماكو أجمل من هذا المنظر. لايك أوه ماي جاد. بس قبل كل شيء لو مش مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس وحطوا لايك للفيديو. وخلينا نبلش. هذه المنطقة كلها تحت الأرض في عالم آخر احنا نازلين له. يعني هذه تحت؟ شوفوا ايش قد اكو عالم واقفة. شكل المقبرة من برا صراحة أنيق، يعني حتى المقابر بفرنسا أنيقة. في كثير دور، في كثير ناس، راح تشوفون هسه كمية الناس اللي واقفة بالدور. يعني أنا مصدومة صراحة، مع نص ساعة هسه فتحت المقبرة. يعني راح نوقف بالدور مع كل هذول الناس عشان نفوت ونستكشف هذا العالم. Sold out for today، يعني فل لليوم؟ لا مستحيل. ما قدرنا نفوت لانه ما عندنا تيكتات، وكان المفروض نحجز اونلاين والمفروض نحجزها قبل اسبوع. المشكله انه انا بكره مسافره، فاذا ما صورت اليوم ما راح اقدر اصور. وللاسف بعد ساعتين انتظار في البرد القارص ضبطت وعرفنا ندخل بعد ما دفعنا 5 أضعاف ثمن التذكره. تخيلوا 5 أضعاف. بس شو نسوي؟ نعمل اي شيء عشان توكلنا على الله. صراحة بلشنا ننزل بالأنفاق تحت الأرض. التجربة هاي مميزة جدا، فلهذا السبب البرد اللي عشناه برا والتعب النفسي يستاهل. يما ما دا يخلص. قاس شوفوا، يعني شوفوا. Oh my god. Oh my god. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا أخ. هذا الممر بنو 1847. يعني أني لا أني كنت مولودة ولا جدتي ولا جدة جدتي ولا عمة. شوفوا المنظر، يا شايفين الحيطان كيف؟ لأنها كثير تحت الأرض، حتى الأرض الأرض تخوف. والله خافت. وجايز الريحة 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 الريحة، أعوذ بالله. ما يخلص، 20 دقيقة أمشي وما يبغى يخلص. واختنقت، احس اختنقت يا هاي. يعني هذا الفيديو صراحه يعني ما كنت اتوقع هالقد اكستريم. لما هنا اخذوا الحجاره عملوا دول عشان ما يوقع ده. اي لحظه يمكن ينهار، اي لحظه ممكن ينهار. استنى استنى استنى، ما تلمسات المسلسل. تخيلوا هذا السقف اللي فوقنا يعني مركبيه او مثبتيه بهذول الاحجار، بس 4 حجاره مثبتين هذول وهيك يعني، وعشان السقف ما يوقع لانه ماخذين حجار من الحيط نفسه. الشارع ده هو نفس الشارع اللي مكتوب هنا، وفوق ب 20 متر نفس الشارع. كان باريس فيها شارع فوق وشارع تحت. جايز وصلنا لاخطر فقره واقوى فقره والفقره المرعبه اللي هي مقابر الجماجم. صراحه انا ما متخيله انه هذا المنظر راح يكون حقيقي، ولكن كاتبين انه هو رقم 10، سو هسه احنا حنفوت رقم 10. انا خايفه، راح افوت وياكم. وكاتبين كمان تحذير انه لا تلمسون ولا شيء. تعالوا تعالوا. اقسم بالله اقسم بالله اني ارجف ارجف من الخوف، لانه هذا المنظر مستحيل يكون حقيقي. هذه عظام وجماجم، هذه جماجم حقيقيه.
جماجم بشر؟ يعني بشر بشر؟ زين ليش مصفطينها في هالطريقة؟ 6 مليون. 6 مليون جمجمة، بس ليش حاطينها كذا؟ ليش؟ عشان يعملوا ممر، عشان يبعدوا الجثث، عشان يعملوا ممر. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال 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 جايز، أنا أريد أطلع صراحة، يعني والله العظيم هذا أصعب فيديو أصوره بكل حياتي. أريد أطلع، أحس حتى الطاقة السيئة هذا المكان. قلبي مقبوض في إحساس يعني غريب، على تحت الأرض مع الأموات، بقايا الأموات، يعني مش فيك. أنا حاب بس أطلع، والله حاب بس أطلع. كيف؟ هناك كتير بصفوف، كثير 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 من الجماجم المتهالكة. آخرتنا ونهايتنا هنا. سو أنتوا إذا عندكم أي حزن أو تعب أو قهر أو ندم، تذكروا إنه نهايتنا هنا والدنيا ما تسوى. حاولوا دائما تكونون زينين، تكونون لطفاء. أعرف مو هذا الوقت المناسب، بس صدق صدق وأني هنا بهذا المكان كل اللي بدي أفكر إني الدنيا ما تسوى، الدنيا أبدا ما تسوى. أنا هذه نهايتنا، يعني تخيلوا إحنا نهايتنا هنا، نهايتنا عظام تحت الأرض، وحتى يمكن هاي العظام باقية، يمكن في عظام حتى تتفتت ما تبقى. الغني والفقير زي بعض. كاتبين هنا مقولة بالفرنسي بما معناها بعد الموت أنت رح تترك كل شيء وراء، يعني أنت nothing، بس تموت كل شيء ما إلى معنى. صراحة المقولة قوية. هذول موت الحروب والثورات مالتهم، وحاطينهم بهذا الجزء، وحاطين معلومات أكثر عنهم لأنهم يعني يعتبروهم شهداء. شوفوا جايز، شوفوا الممر ما إلى نهاية، يعني ما في نهاية لهذا الشيء اللي أنا أشاركه وياكم، يعني ما تخلص ما تخلص ما تخلص. أريد أطلع لي ساعة وشوية هنا، أريد أطلع ما ألقى المكان اللي أطلع منه، وبطلت أعرف يعني أحكي، بطلت أعرف أعبر، لأنه صدق المنظر يعني مخيف. ويما يعني هذولي بشر، هذولي كل واحد فيهم كان عنده قصة، وجماجمهم حاطينهم هنا كأنهم like متحف للناس تشوفه تحت الأرض. الفكرة مخيفة، الفكرة مرعبة، إنه أكيد يعني يقولون، يقال انه في ارواح كثير هنا، وفي كثير يعني اشياء تخوف. ها كيف حالك؟ حاب بس اطلع. حاب بس اطلع. كرهتني؟ خلاص بتصور؟ صورك بس فاشن ويك بس كده. لا ما بدك تصور معي فيديوهات يوتيوب كمان؟ بطلت؟ وين الحماس؟ لا ما فيش حماس، ما فيش حماس، ما فيش حماس. حموس. عندي عملية بكرة، يعني شو ممكن؟ آخ يا ربي، كان مرة متحمس، كان هو أكثر واحد متحمس. شوف هنا صاير انهيار، فحاطين هذا الشبك عشان يمسك الجماجم من الانهيار، لأنه الجماجم جدا هشة بسرعة تنكسر. وأخيرا لقينا الدرج. Oh my god، وأخيرا وصلنا الدرج. استنى، كأننا طالعين من حرب. وأخيراً رجعنا السيارة وإحنا بأمان، تحسنا داخلين أو داخلين. بطلت أعرف أحكي باي ذا واي. طب سؤال، أنت عايش في باريس فوق 15 سنة، ليش حياتك رحت لسراديب المقبرة؟ لأني مش مجنون. لو وقع السطح ومتنا كنا حنكون شهداء؟ وحنكون في المتحف. زا عندي سؤال، هل ممكن تكرر هاي التجربة؟ أول وآخر مرة. مستحيل. صراحة ما بحياتي توقعت أني أنا حجرب هاي التجربة، وما بحياتي تخيلت أنه رح يجي يوم أتجرأ. أنا كل عمري حاطة هذه الفكرة من أفكار سلسلة بعد منتصف الليل، يعني أنا كثير عندي أفكار لسلسلة بعد منتصف الليل، حطتهم كتبتهم بكثير دول، بإيطاليا وفرنسا وإسبانيا، عندي كثير أشياء. فقلت يعني لو صدفت أن أنا في هذا البلد بصور هذا الفيديو، وهذا الفيديو كان محطوط على الليست تبع الأفكار من المرة الماضية اللي أنا جيت فيها على فرنسا، بس ما سويتها. سويت بوقتها تجربة صالون الشعر الغالي والرخيص، ما سويت هذا الرعب لأن خفت. هالمرة أدونه تجرأت، ويمكن أنت لأني وأنت كنت موجود تحكي فرنسي وخلاص، يعني حسيت إنه يعرف يتكلم مع الأموات اللي هناك. لو وقع مشكلة أقدر قلنا تعامل معاي، فهمني وفهمه. على فكرة احنا نصور لكم في السر، لانه هم اعتقد لو عرفوا ان احنا نصور ممكن يمنعونا، فاحنا كنا نصور لكم ونريدكم تعيشون معانا التجربة بس من تحت لتحت في السر هيك. ما
المهم هذه كانت التجربة اليوم. أنا جدا انصدمت وجدا فخورة بنفسي. ما بتلاقوا هذا المحتوى بأي قناة بيوتيوب العربي. ليش؟ لأنه ما في حد مجنون ينزل 20 متر تحت الأرض ليشوف مقابر الجماجم بالسراديب والأنفاق البايسية. كانت معاكم نور ستارز وزاك. اشتركوا بالقناة، فعلوا الجرس، حطوا لايك الفيديو، وعلقوا زاك روح مع نور للبيت الرعب. باي. أحسك متحمس تني الفيديو. أنا وصلت حدي. يما.